مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج البداية. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا أستاذ. إليكم عناوين الأخبار. الخبر الأول، الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مشروع محور مسترد الجديد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ النادي الأهلي عبر تدوينة على حسابه الشخصي على الفيسبوك. الأهلي يعود لأرض الوطن بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية، ووفد من وزارة الشباب والرياضة لاستقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة الدولي. الانتهاء من إعداد مشروع تنمية 1443 قرية من مبادرة حياة كريمة. مصر واليونان وقبرص وترحيب بميثاق منتدى غاز شرق المتوسط. وزارة التغذية ينظم يوما ترفيهيا لشهداء الشرطة الأوفياء. وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى كوكب المريخ وتهنئة للإمارات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تدوينة على حسابه الشخصي الفيسبوك. وفاة الفنان المصري علي حميدة متأثرا بمرض السرطان. إليكم العناوين بالتفصيل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عدد من المشروعات على الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، ومنها محور مسترد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسترد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي. ومن المخطط أن يحدث محور مسترد الجديد تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسيعه والطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطريق، وليتكامل مع شبكة المحور والمحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى. الخبر الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ النادي الأهلي عبر تويتر على حسابه الشخصي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ النادي الأهلي على تحقيق الميدالية البرونزية في مونديال الأندية، حقق أداء مشرفا، ويؤكد الدولة لن تتأخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهاني لفريق نادي الأهلي العظيم على فوزه بالمركز الثالث في كأس العالم للأداء المشرف. وصلت أمس بعثة النادي الأهلي لأرض الوطن بمطار القاهرة بعد حصول النادي الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية، حيث بعث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفدا رسميا من قبل الوزارة لاستقبال بعثة النادي الأهلي بمطار القاهرة عقب وصولهما من قطر وحصوله بالمركز المشرف واقتناصه من بالميراس البرازيلي. وأكد سيادته على سياسة الوزارة لتقديم كافة الدعم لجميع الرياضيين وتحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة تلك الإنجازات. كما قدم الوزير أشرف صبحي التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وجميع اللاعبين والجهاز الفني. الانتهاء من إعداد مشروع تنمية 1443 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة. كشف الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة إن خطة عمل المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تطوير قرى الريف المصري بكامل بلغ عددها 4584 قرية، مؤكد أنه تم بالفعل انتهاء من إعداد مشروعات الخطط التنموية الخاصة بالدفعة الأولى من عمل المرحلة الثانية بالمبادرة، والتي تستهدف إلى 51 مركز إداريا بنحو 1443 قرية موزعين على 20 محافظة. ومن المفترض أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال عام واحد فقط، والمبادرة بدأت عملها منذ عام 2019 معلنا المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف الدفعة الأولى. ومن القرى تم خلال تطويرها 143 قرية، وتم الانتهاء من كل أعمالها بنسبة 99%، وفي الدفعة الثانية تم استهداف 232 قرية وجاري العمل حاليا. ألقى السيد سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية اليونان وقبرص في أثينا بناء على المشاهدات السابقة والتنسيق المستمر لاستكمال الحوار والترحيب بميثاق المنتدى لتأسيس غاز شرق المتوسط ودخوله حيز النفاذ ابتداء من أول مارس 2021، والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك
ذات القيم والأهداف، وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة العربية ككل ومنطقة شرق المتوسط خاصة وشعوبها، والتوصل لمنظومة التعاون نصب في صالح لتعزيز الازدهار في المنطقة وبحث فرص التعاون المشترك لدى كل منطقة وما يحويها. وزارة الداخلية تنظم يوما ترفيهيا لشهداء الشرطة. نظمت وزارة الداخلية المصرية رحلات ترفيهية لعدد من أسر شهداء الشرطة الأوفياء لزيارة عدد من المناطق الأثرية وقضاء يوما ترفيهيا في إطار مواصلة الدور الذي ستتطلع به وزارة الداخلية نحو أسر الشهداء وتخليدا لتضحياتهم الشهداء الوطن وأبناء الأبرار من رجال الشرطة المصرية. ومن جانب أعرب أسرة الشهداء عن تقديرا لحرص وزارة الداخلية عن تقديم كافة الدعم والرعاية لهم فيما يتعلق بالدعم النفسي والمعنوي لأسرة الشهداء. جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسرة الشهداء الشرطة باعتبار أحد صوابتها المحورية والإعلاء القيم والوفاء والتضحيات لزواياهم الذي استشهدوا دفاعا عن أمن الوطن وسلامة أراضيها. مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، هذا المشروع يعرض باسم مصبار الأمل. معناه إيه؟ مصبار الأمل مهمة لاكتشاف الفضاء وانطلاقه إلى المريخ منذ 20/7/2020، ووصل مؤخرا ودخل المدار 9/2/2021 متزامنا مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي لمرور 50 عاما على إعلان اتحاد الإمارات العربية. وبذلك هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الإمارات الشقيقة عبر تدوينة على حسابه الشخصي على الفيسبوك، نصها: تابعت بكل فخر واعتزاز وصول مصبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما يعده خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة عملية في المنطقة العربية ككل. تحية لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا ولكل نوابغها الذين يخطوا خطواتهم وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في هذا الوقت الراهن. لن تكون التجربة نهاية المطاف في اكتشاف آفاق جديدة، ونحن من هنا نبارك للإمارات العربية على مصبار الأمل وسكونه في كوكب المريخ. طبعا في خبر حزين جدا، هو وفاة الفنان المصري علي حميدة متأثرا بمرض السرطان. توفى الفنان المصري علي حميدة عن عمرنا هذا 55 عاما بعد صراعه بمرض السرطان، وهو احد اشهر المغنيين الثمانينات بعد نجاح ساحق لاغنيته الشهيره لولاكي التي تعتبر ايقونه بدايه مواجهه فني جديد في تلك الفتره. توفى الفنان علي حميدة صاحب اغنيه لولاكي عن عمرنا هذا 73 عاما بعد صراعه مع المرض بعد تدهور حالته الصحيه اثر اصابته بورم في الرئتين. انا لله وانا راجعون. وباقي إن شاء الله الأخبار بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يشكل القضاء والمحامين جناح العدالة في كل دول العالم، فهم منبر العدل والمساواة وصوت الحق ومناصرة المظلوم، ومن خلالهم تشرق شمس العدل تسدل الستارة على المظلوم والمظلومين. فيد المحامين يد الخير في الدنيا، ومهمتهم إرساء العدل وإحقاق الحق وفقا ما جاء في مبادئ المهنة السامية والنبيلة وصوت القانون. وتعتبر مهنة المحاماة من المهنة الشقة والمتعبة، وهي تسمى مهنة الجبابرة. ذلك لأن المحامي يتعامل خلال حياته المهنية من خلال أنواع البشر: الطيب والخبيث، والحسن والسيء، والمريضة نفسيا وعضويا، والرجل والمرأة، والشيخ والشاب، وكل فئات المجتمع. فبالتالي وسط هذه الناس ومعالجة قضاياهم يحتاج المحامين إلى هدوء البال والاستقرار. معنا في الاستوديو وشرفنا سيادة المستشار محمد ربيع، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. ومعنا سيادة المستشار هاني العربي، أهلا وسهلا سيادة المستشار. أهلا وسهلا. أهلا بكم. طبعا بما ان مهنه المحاماه مهنه شريفه وبتجيب الحق للمظلومين، فهندخل في الموضوع على طول. اول سؤال سياده المستشار محمد،
ما هي شروط عدم قبول الدعاوي الناشئة عن الزواج العرفي؟ بالنسبة للدعاوي، بالنسبة للأنثى أو الذكر ما يقلش عن 18 سنة العمر بتاعهم، إن لو الدعوة هتتقبل لو أقل من 18 سنة. فبالنسبة التوفر الأرقام بتاعتهم بتبقى بالبلدي كده، أشرحها لك كده ببساطة، ببساطة الرجل الشارع علشان يفهم الكلام. الزواج العرفي لازم تبقى الدعوة فيها في عقد أولا، في مؤخر، في مقدم، في شهود. فالدعوة عشان تبقى تقبل لازم الكلام ده كله يبقى متواجد. ده بالنسبة للدعوة. ما كنتش زي ما أنا قلت لسيادتك ما يبقاش أقل من 18 سنة. لو سقط أي شرط من الشروط اللي حضرتك ذكرتها يبقى عدم قبول. عدم قبول على طول. عدم قبول. طب معالي المستشار هاني، ما هي الإجراءات القانونية لتفادي تشابه الأسماء؟ والله هو بالنسبة لتفادي تشابه الأسماء، إحنا كنا بنعاني في الفترة اللي قبل 2020 تمام، من 2019 وانت نازل كنا بنعاني من حته تشابه الاسماء. بس النهارده في تعليمات من النيابه العامه بعمل حاجتين: ادراج اسم الام بالتعاون مع مصلحه الاحوال المدنيه، بادراج اسم الام في الاحكام الجنائيه. تمام. يعني النهارده انا لما يكون عليا حكم جنائي تمام، بيبقى وارد على جهاز التسجيل الجنائي في الكمبيوتر سواء الاسم او مديريه الامن، بيبقى متواجد في الاسم زي ما موجود في البطاقه خماسي، الرقم القومي بتاعي اسم تمام. الام تمام. فبالنهارده احنا قطعنا شوط كبير. الحاجه الثانيه اللي اتنفذت 2021 برضو كتعليمات النيابه العامه، ادت توجيهات للساده اعضاء وكلاء النيابه العامه ان اي اجراء بيتم سواء التقرير بالمعارضه او التقرير بالاستئناف بيتطلب شرط مهم قوي اللي هو ايه؟ صوره بطاقه المتهم تمام، حتى لو وكيله هو اللي بيعمل الاجراء الاستاذ المحامي، صوره بطاقه المتهم وتكون حديثه، ما ينفعش عدى عليها 7 سنين عشان نوصل لان احنا نحدث البيانات كل 7 سنين بما فيها تغيير محل الاقامه، لان احنا هنا بنعاني من قصه تغيير محل الاقامه تمام. طيب استاذ محمد، دلوقتي طبعا مواقع التواصل الاجتماعي مفتوحه للكل تمام، وارد ان اي حد يتاذى من مواقع التواصل الاجتماعي، سواء تحرش لفظي، سواء يعني حد من الهاكر والنفرد تمام. طيب عايزين نعرف ايه هي الطريقه بتاع للابلاغ عن التشهير والسب والقذف والتحرش اللفظي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ايه هي الطريقه؟ بص يا فندم، احنا بالنسبه لل يعني في التعامل مع المحاضر دي او القضايا دي بالذات، اول حاجه احنا بنكون بعمل محضر في الاسم التابع ليه المبلغ، بمعنى في حد متضرر من حاجه زي كده، فاحنا بنعمل محضر ليه عن طريق الاسم التابع ليه، والاما بنعمله في مباحث النت تمام. فدي اول خطوه، دي البدايه. مباحث النت عبر الانترنت نفسه ولا في مباحث الاتصالات؟ مباحث الاتصالات مظبوط، مباحث الاتصالات. مباحث الاتصالات انا عارفه ان ليها قسم في وزاره الداخليه. مظبوط تمام، صح كده، يعني مباشره على وزاره الداخليه نبلغ هناك. تمام، اتفضل كمل. وبعد كده بناخد المحضر نفسه وبنعمل له خطوه، لو في اي اثبات عن طريق الاتصالات او مباحث النت بناخد المستندات بنوديها النيابه، بعد ما بنعمل سكرين شوت للسب او القذف او اي اتهام للواقع يعني واقع تمام، وبنكمل بقيه الاجراءات بتاخد بقى مجراها في المحكمه. بيتبت فيها في خلال قد ايه يعني؟ انا تاذيت يعني تمام، بس امتى بقى اخد حقي يعني، او امتى بيتبت فيها في المباحث؟ السؤال من كل حاجة. هو اللي بيبقى اللي بيتم احنا ليه بنقول نعمل المحضر في مباحث الاتصالات؟ عشان بيبقى اسرع شويه في الوقت زي ما ذكرت حضرتك تمام. لان انا لو توجهت لاسم الشرطه التابع ليه المبلغ هيحصل كالتالي: انا هتوجه معايا بطاقتي الشخصيه وصورتها، ومعايا اللي حصل من السب والقصف او التعدي بالالفاظ الجنسيه عن طريق انا عامل سكرين شوت تمام للمستندات دي. طب احنا معانا فيديو عايزين نعلق عليه متر. طب اتفضل سعادتك.
كمل من ما يغلق عرض الفيديو نوصل للفيديو. فهنا عشان سرعه الابراءات هو اللي بيحصل للمجتمع ان انا بعد ما اخلص المحضر الفيديو ان انا بعد كمل مع المستشفى معلش ان انا بعد ما بيتم تحرير المحضر في خلال 3 4 ايام بكثير قوي بيتوجه المحضر للنيابه. تمام. وبتوجه انا كمبلغ للنيابه لاثبات ما لدي من اقوال تكمله لما قلته في محضر جامع الاستدلال. تمام. الفيديو معانا معلش مع المستشار عايزك تعلق على الفيديو ده انت لا ولا يهمك ولا يهمك. ايه صح واقعه الفيديو ده يعني؟ واقعه الفيديو ده بقى يتكلم عليه استاذ محمد. لا والله هي واقعه الفيديو ده. ايوه دي كانت قضيه تعاطي اقراص مخدره مدرجه بالجدول الثالث. ذكر ولا انثى يعني؟ كانوا ثلاث اسر ثلاث شباب متزوجين ولديهم اطفال ولديهم الوالد والوالده والاخ والخال والعم. فانا مش عايز يعني مش عايز اقول لك واقول لحضرتك مدى العائق النفسي. ان احنا قعدنا شهر و27 يوم كل عيله منهم تجي لنا يوم شكل. شوفي مدى الضغط والمعاناه. فاحنا دخلنا الجلسه دي ربنا اعلم بينا ان احنا شايلين ثلاث اسر على اكتافنا. طبعا. والحمد لله وكان كان وربنا كرمنا وخدنا البراءة بمشيئة الرحمن. فدي كانت فرحة أسرة من الثلاث أسر. يعني دي كانت فرحة أسرة واحدة من الثلاث أسر. دي كانت أسعد لحظة الواحد لما يجيب حد مظلوم. فتخليش مدى الفرحة والسعادة اللي أنت جبت حق واحد كان مظلوم وكان متضرر من حاجة زي كده وبراءة. فدي بالنسبة بعد شهر و27 يوم. وبعدين ما مكتوب اهو التايتل بتاع حضراتكم محامي الغلابه يعني اكيد بتقفوا جنب الغلابه. ليه الاسم ليه اللي يطلع عليهم؟ ليه بقى؟ والله عشان متواجدين على طول دايما باستمرار مع الناس وقريبين من الناس والحمد لله يعني الناس حبانا واحنا من النوع اللي احنا بنلتزم مع العملاء وبنبشر الحاجه بنفسنا ما بنعتمدش على اي حد شغال معنا في المكتب. بننزل احنا بنفسنا وبنتابع كويس. يعني انتوا بتتابعوا قضاياكم في الشارع على طول معاهم وعلى طول معاهم لان احنا منهم. طب سؤال، بما ان مهنه المحاماه ساعات، بس انا مش بقول على حضرتك، ساعات بتقلب الحقيقه، فهل لو جه لحضراتكم متهم او موكل، احنا ما نعرفش لسه هو متهم ولا لا، تمام، ولكن هو من الخلفيه ان هو متهم، تمام، وحضراتكم عارفين ان الشخص ده مذنب، تمام، هتعملوا ايه؟ عارفين وحكالكوا لان انتوا سروا، هتعملوا فيه ايه او هتعملوا معاه ايه؟ هتكملوا هو مبدئيا هو المتهم بريء حتى تثبت ادانته اكيد. فالنهارده انا لما بيجيني سي الشخص او المتهم بيجيني المكتب فانا بتعامل معاه للوهله الاولى كانه متهم. من خلال القضيه ما بصورها وبقعد معاه مره واثنين وثلاثه بعرف فين الحق وفين الباطل. فهنا الرزق طبعا يعني ما بيجيش طبعًا على جنب كده يقول لك انا عامل الموضوع ده بس هنا خليك واقف جنبي عشان هنا بقى الرساله والضمير المهني. ايوه انا ليا مطلق ليا مطلق الحريه اكمل معاه في نهجه يا اما اتنحى عن هذه القضيه. بس انا بيبقى كان الوضع ان احنا بنتنحى انا ما بنقدر في الاغلب فعلا يعني زي ما استاذ محمد بن اب هي حصلت مره وقعدت اتكلم انا واستاذ هاني في الموضوع دوت. بس احنا من نوع يعني احنا يعني دورنا حصلت مظلوم مش نجيب مثلا يعني احنا عملنا تحريات عشان نوصل للسد. فحصل عندي سؤال وتوصلنا للسد يعني ليكوا تحريات خاصه. طبعا أنا عندي سؤال مهم. طيب اتفضل. ما هو حكم القانون في توقيف الانثى في الشارع وتفتيشها في الشارع؟ دي مشكله تانية بقى. احنا خلينا نفرق بين حاجتين مهمين قوي. اتفضل. الانثى عامة النهارده ممكن مامور الضبط القضائي انثى بعينها قدام احد المرة يتوجه اليها ويتم استقطابها. تمام. ويتم اصطحابها على الاسم. ليه؟ لان النهارده الجرائم المشكلة بتشكل لا الرجل والانثى. بالظبط. فهي ممكن تكون متسجلة. متسجلة جرائم معينة. تمام. اكيد. جرائم سرقة، جرائم نشل، دي نوعية مختلفة تماما. تمام. النوعية الثانية لازم عشان أنا أستقف أنثى بالذات لازم يكون بداخل اللجنة ضابطة. بالظبط صح. عشان يتم الاستقطاب. التفتيش. أكيد. أطلع على بطاقتها وأشوف اسمها وأشوف الرقم القومي وهبحث هناك إذا كانت مسجلة ولا لا، ليها قضايا ولا لا، ليها أحكام ولا لا. تمام. والضابطة اللي موجودة اللي هي أحد ممثلي مأمورين الضبط القضائي هي اللي هت إيه؟
هتستقفها وهتقوم بتفتيشها ان لزم الامر. تمام. يبقى تفتيش وقائي. تمام. يا استاذ محمد، طب لو ما كانش في انثى عفوا، لو ما كانش في انثى مثلا في اللجنه ايه اللي هيتم؟ ولو خدها الاسم وما لقاش انثى هيتم تفتيشها؟ لا، هي بصي بالنسبه للانثى زي ما استاذ هاني قال كده يتم عن طريق ماموريه الضبط. هيبقى الاجراء باطل. ايوه، والاجراء الباطل بطلع. هيبقى الاجراء باطل بالنسبه للانثى. بالنسبه للانثى لكن اي هيبقى الاجراء باطل. تعالى يلا. بالنسبه دم حقه اللي هو الفتش. اخر سؤال بقى عشان الوقت بس زنا علينا. اتفضل. ما هي عندما يتم وضع اسم شخص على قائمة الممنوعين من السفر والترقب والوصول، ما هي الاجراءات المطلوبه اسم عشان نشيل اسم هذا الرجل وحذفه من القائم؟ ايه الاجراءات اللي بنتخذها يعني؟ فبس يا ريت في عجاله. طيب بالنسبه للاجراءات، احنا بنعمل تظلم. بنعمل تظلم يا اما للنائب العام او لسلطه التحقيق لو كان قاضي التحقيق والقضيه ما زالت في التحقيق. تمام. او للمحكمه المختصه. تمام. اذا كان في حكم من اي محكمه مختصه. طيب سؤال للاستاذ محمد بعد اذنك، بما ان حضرتك محامي الغلاء، تمام، ازاي انا اقتنع او ايه اللي هتقدمه لي لما انا اجي اعمل قضيه او اوكلك في قضيه من خلال مكتب حضرتك؟ فعجالة سيد محمد عشان خلاص قدامنا دقيقة بس. هقول لك حاجة باختصار. احنا زي ما احنا قلنا لك برضو، احنا بنلتزم مع العملاء، متواجدين باستمرار مع الناس، الناس حبانا، اي عميل بيتعامل معانا عارف ان احنا صادقين، وبنبشر القواضي بنفسنا زي ما قلت لسيادتك. تمام. وفي تواصل ما بيننا وبينه، تواصل مباشر. واحنا يعني من النوع اللي احنا بنحافظ على شغلنا وبنحافظ على سمعتنا، فده بيجذب الناس الحمد لله، وده في ثقة ما بيننا وبين العميل. احنا نشكر حضراتكم يا استاذ محمد، يا سياده المستشار محمد ربيع والمستشار هاني العربي. شكرا. على الاستضافه الجميله دي، ومعانا لقاء تاني ان شاء الله. ان شاء الله يكون لي معانا وقت اطول من كده باذن الله. ونشوفكم ان شاء الله اعزائي بعد الفاصل.